خلص ما ادري. طيب ها وات ليش السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد اليوم جايب لكم رياكشن، لكن الرياكشن راح يكون بالقناه الاساسيه. العاده انزل رياكشن في القناه الثانيه، اللي ما يدري عنها روح سوي اشتراك هناك. وشكرا لكم جميعا. هذا المقطع عنوانه لانش باد جديده، لانش باد مخفيه، يعني لانش باد بدل ما تنطط كل تحت خلي فيه زي الفتحه تخش جواها. راح اشوف هل هو صدق ولا صار جلتش في اللعبه وصار اللي صار. بسم الله خلونا نبدا في المقطع. في كالعاده اول شيء تريك شوت. ورزي يا ساتر، لا مستحيل. شفتوا كيف انتو طار بحركة الانشباد والجنب وهذا الاشياء على الار بي جي، وجاب سنايبر. شوفوا المسافة 179 متر، 6 عند ال شال 6 ولا 5 شالهم كلهم. قاعد يلعب رامبل طبعا. فا اوكي، هذا مع الانشباد او خذ الانشباد من الارض. اوه هذه هي. توقعت انها لان جديده بس صارت جلتش للاسف. يعني انا زيكم ترى اللعب علي. ساتر واحد طلق من الار بي جي من ورا بسبب الاديت ذبحه. يا ساتر والله يا ساتر، ناس محظوظين ذا الدرجة ولا ايش؟ اهلين حظ. ناوي يطلق عليه طلق على الارضية او الدرجة اللي تحته وكسر وطاح، مع ان الارضية كانت حقته يعني يقدر يسوي ايدت، لكن ما ادري ايش صار. اوكي هذا واحد فوق ناشب له. اهلين ايم. انا ما ادري شلون شاله. من سوء الحظ يعني شاله ما اكتملت فرحته. انا هذه اللي قبل شوي ما ادري شلون صارت، هل لانه حط الدرج ولا لا؟ اي وش سالفه الجلتشات مع ايجنسي؟ والله ايجنسي كله جلتشات، او اذا في جلتش في اي مكان يوديك ايجنسي. يلا شيل ودي. ايش فيه؟ يقول بعض الاحيان تخسر خساره من اللعبه، اللعبه تقولك ما في فوز، احلم بالفوز. مع ثلاثه لانش، حط اللانش الاولى جاء الجلتش حق الجمب فتيك هذا انه ينط نطه غبيه. اوكي قاعد ينقص الحين 5. شوف كيف على 2، اني اتوقع لو مشي حبه بيوصل. يو 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 يقطع شكله. باركور باركور وار بي جي وشاله بعيد بسنايبر. يا الله اقسم بالله رهيب، والله رهيب. اوكي والله ذكي، والله ذكي، بس الار بي جي تاخرت على ما توصل. يقطع شكله. ها هات ترايد بريتشل مدري ايش. وات وش بيسوي ذا بالضبط؟ هل يعني انه مو بطالع المينز؟ بحس انها ما لها دخل حركات السواء عشان يطلع له مثلا شوت جن. ما ادري هل يقصد شيء ثاني ولا لا. وهذا تريك شوت بعد. ليتس جو بيبي ليتس جو. بس هذه صراخ يا ابوي. والله رهيب اللقطه. اهلين عيد، اهلين عيد. فصلت اليد على اخر واحد وكان ناوي يسوي نطه كذا من فوق المويه، وما ادري هل ناوي بسنايبر بعد ولا لا، لكن جاب العيد. اوكي اوه والله ذكي، والله ذكي، والله توقعتها بس والله ذكي. اوكي اهلين شعبوذه. وهذا كش كالعاده، يعني كالعاده دايم يجيب لقطات ما ادري شلون. والله العظيم ما ادري شلون عجزت تجيب لقطات زي كذا. والله عجزت.
هو عنده طلقة مدري شلون غصب تجي. اوكي بتطلق ار بي جي ثانية اتوقع. اوه هذه معروفة، هذه معروفة جدا يعني مشهورة اصلا. اوكي هذا معاه قرب. اوكي يا الله انا ضحكت من اللقطة، ضحكت من ضحكتهم. يا ساتر يا ساتر. اوكي هذا بيجي في العيد صدقوني يا عيال حظ، خش جوا البيت. يا الله هذا توبة حلامة. اوكي خلصت مارج. طيب ها وات اللنش، وات اللنش، قسم بالغريب. I'm the mean boy. Ooh. I'm coming down with a burst. What? Dude. كيف مات؟ قد صارت قبل بس كيف مات؟ النطة يعني قريبة. What? سم ماشين زابن في الغرفة هذه حقت التنكر. اوكي يموت. وات يعني اول شيء انه طار بالجنب هذه. اه مسكين مساكينهم. وشو هذا ملقلق ولا وش؟ اوكي قاعد اشق الار بي جي اللي ضده. اوه بيجيب سنايبر من فوق. يقطع ام يا ذا ماسك بنايه على باله انه بيكسر ما ادري ايش، فجاه بوف من فوقه. والله العظيم لقطه رهيبه. اهلين ايه ما ادري شلون ما جيت طلقه قبل شوي. اوكي هذا اخر واحد. يقول له دون دوت، لا تسويها لا تحاول، مع انها كانت نطة حقت المسبح لكن ما ادري شلون مات فيها. وهذا طور يعني غريب صراحة، ما قد لعبته للاسف اني ما العب غير الكريتيف والسكواد والاشياء هذه العادية، حتى الرامبل ما العبه. وات؟ اوه لازم اتوقع لازم يحمونها او شيء زي كذا. اوكي ايش صار بالضبط الحين؟ بيذبح الاخير فجأة بيفوزون يعني ولا ايش؟ والله جست افهم ذي اللعبة حرفيا جست افهمها. اوكي كيف؟ هذا المكان دائما في جلتشات، قد شفت لقطة قبل زي كذا اللي هي بالمدفع. اوكي ايش بيسوي ذا؟ اتوقع انه بيجي من بيجي من دريشه. وات وات البكسل طاح عنده. يا الحظ هذه قد صارت لي والله، والله قد صارت لي. اوكي السلاح طاح تحت جيجي. لا تقول بيرميها بيموت. لا يا الله يا القهر تب مية يعني اول واحد يموت في الجيم. اوكي هذا قاعد يحاول يركب معهم تزبط معهم الطيارة بتنفجر. خويهم هبل بهم هبلوا بعد. اوكي بيموتون الحين. تسقى الطيارة تسقى تسقى تسقى. جي 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 كلهم ماتوا. جي جي زي ما توقعت. عموما بس لكم مقطع اليوم، يتبون اكثر من رياكشنات تلقون قناتي الثانية تحت في الديسكريبشن. هذا المقطع نزلته في هذه القناة لأن شفت عنوان لنش باد جديدة ومخفية جريت زيكم. بس هاي كان مقطع اليوم، شكرا لدعمكم الرهيب، شكرا لكل من حط كود بيسل، الله يسعدكم زي ما تسعدوني قسم بالله، وشكرا للمنتسبين على فئتين راح تطلع لكم بعد شوي. لا تنسون تشتركوا في القناة. شكرا على خير.